هذه الزيارة تأتي في وقت مهم بالنسبة للعلاقات الثنائية، وأيضا بالنسبة للوضع في المنطقة وأيضا في العالم في الواقع. كانت هذه الفرصة مهمة لنا لكي نطلع على وجهة نظر الجانب الروسي حول وضع الحرب و سمعنا سياسة الجانب الروسي في قضايا مختلفة وحول موقفهم الموقف الروسي من الحرب الدائرة. بالنسبة للموقف العراقي واضح، نحن كنا ضحايا الحروب، الشعب العراقي كان ولمدة طويلة ولسنوات عديدة ضحايا الحروب، لهذا من الناحية المبدئية نحن ضد الحروب، ولكننا أيضا ندعو إلى وقف إطلاق النار، وضمن المبادرة والتي كانت مبادرة من مجموعة من الدول وممثلية الجمهورية العراقية لعبوا دور في هذه المبادرة بتأسيس مجموعة الاتصال العربية مع الجانب الروسي وجانب الأوكراني. حاولنا النقاش في هذا المجال ولازلنا ونؤيد وقف إطلاق النار لكي تبدأ المباحثات بين الطرفين وإنهاء هذه الأزمة العالمية في الواقع عن طريق الحوار وعن طريق المباحثات السلمية. هناك علاقات قديمة بين الجانب الروسي والجانب العراقي، وعلاقات تاريخية في الواقع بين البلدين. هناك روابط وتعاون في المجالات العسكرية والأمنية، في المجالات الاقتصادية والتجارية، وأيضا هناك دور فعال لشركات النفط الروسية. تطرقنا إلى اجتماع اللجنة المشتركة على أن ينعقد خلال الفترة القصيرة القادمة، أي خلال هذه السنة وفي بغداد. وطبعا خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين الطرفين سوف نتطرق إلى هذه المشاكل المتعلقة بعمل الشركات الروسية وأيضا بالمستحقات الروسية على العراق. لقد تطرقنا اليوم وبصورة прежде всего уделили внимание торгово-экономическим инвестициям, связям, المفروض من قبل الولايات المتحدة. من المهم علينا أن نحمي أنفسنا من هذه التأثيرات السلبية وأن نحمي العلاقات التجارية الثنائية ضد هذه السلوكات السلبية، مثل ما شاهدنا في المعاملة مع غيرها من الدول الإقليمية التي انتقلت إلى استخدام عملاتها الوطنية في التعاملات الاقتصادية، وهي تقدر حسن السمعة لهذه الدول ودورها المهم في المدار الدولي. ونحن شاكرين على انفتاح الطرف العراقي على هذا الاقتراح، ونحن على وشك عقد اللجنة الحكومية المشتركة من شأنها أن تستضيف بغداد.